جميل. اولا هو بيعمل كارتشيب، حاجه اسمها ايه، يعني بيروح يخطب، هو بيروح يخطب يعني يروح لانثى، هو مؤدب جدا على فكره، الهدهد يعني مؤدب جدا، فيروح يخطبها يعني كده. فلو قالت له لا بلغتهم طبعا، بلغه التخاطب مش بلغه انا، قالت له لا يمشي. بمنتهى الادب كده بلغه التخاطب اللي هو ربنا اداها لهم يخطبها، رفضت يمشي. طب وافقت يتجوزها، وبيتجوز واحده بس. فهو على فكره زي ما الشيخ قال هو شديد الوفاء شديد الارتباط، ما بيحبش قوي يعيش في جماعات، يعني ما مش في جروبس او في لا مش اجتماعي، يعني بيحب دايما ايه يكون ليه منطقه نفوذ. يعني ايه منطقه نفوذ؟ زي مثلا ايه بيسموه البيك اوردرز، يعني فتوى، انا عايز الحته دي بتاعتي انا بس، مش عايز بقى حد يقعد يخوتني بقى، يعني عايز يعمل لنفسه فيلا لوحده كده، حته لوحده هو وزوجته كده، ويعمل لاف ستوري، يعني الراجل عايز يعيش حياته بقى، ما هو قدر رسالته، مش حمل الرساله وراح وداه ورجع خلاص، ويساهم بدور كبير جدا في تحويل مملكه كامله من عباده الشمس الى عباده رب الشمس، فادى دور كبير يعني، فعايز يعيش حياته شويه خلاص. فهو بيميل دايما لهذه الامور. طبعا زي ما بقول لحضراتكم هي القصه كلها، القصه او العبره اللي انا عايز اوصلها من القصه من الناحيه العلميه، ان الاختيار ما بيتمش، يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ان كل شيء له حكمه وله هدف، وان اختيار الهدهد في هذا التوقيت ليس اختيار سليمان على فكرة، ولكن اختيار رب سليمان الذي سخر له الهدهد وسخر له كل ذلك. فالهدهد يا بشر يا بتوع العلم، لا لما تيجي تدرسوه، ومش هتعرفوا تدرسوه صح كمان، لان حتى الان هناك اسرار كثيرة للهدهد، لان هو طائر صعب يعني استئناسه، متعرفش تستأنسه كويس، يعني انت تستأنس الصقر وتحطه على ايدك وتوقفه وتاكله وتشربه، الا لحد دلوقتي ما حدش عارف يستانسه. يعني عمرك شفت واحد مربي هدودين ثلاثه؟ يعني انت ممكن تربي الحمام لكن ما تعرفش تربي اليمام، لان اليمام يموت في الاسر. بيحاولوا بقدر الامكان، ولكن هو هذا الكائن بمواصفاتك انت البشريه في حاجات اعجاز شديد جدا، وانت اللي قلت عليها انت كبشر هو بيعمل ايه من خلال دراستك. لا ما هو بص خد بالك، هو ما بيعملش كده للفلاح، هو اعداؤه، وعلى فكره هو اعداؤه ليس الانسان، ولكن اعداؤه الجوارح والحيوانات المفترسه. هو بطبيعته لا يستأنس، هو بطبيعته ما يحبش، زي بالظبط في بعض انواع الطيور، يعني مثلا ما يعيش في الاسر، يعني في بعض انواع الطيور، يعني انت ممكن تربي حمام تربي عصافير بجميع انواعها، لكن عمرك شفت حد مربي يمام؟ سلوكه من جواه لا يعيش في الاسر، فلو حطيته في قفص عندك لا هياكل ولا هيشرب لغايه ما يموت. الهدهد زي كده ما يحبش يعيش في الاسر. فلو جبته حضرتك عشان تستانسه، ما انت عشان عمليه الاستئناس دي ليها مراحل، تاخده وبعدين تحجز عنه الاكل والميه وبعدين تقدم له، مش زي ما حضرتك عارفين يعني، الى ان خلاص تطوعه ليك. انت مش هتوصل للمرحله دي لانه مش هيرضى لا ياكل ولا يشرب فيموت. فمش هتوصل لمرحلته دي. ابو وردان يعني ممكن هو على فكره يتخوف جدا من الانسان، ولكن بعد فتره ممكن يألفه، ويألف الفلاح اللي هو يعني هو في ارض حاجة حماده مثلا، خلاص هو عارف ان الحاج حماده بتاع الارض دي بتاعته، فلما يجي حماده ما يخافش منه، يبقى عارف. لكن لو اي حد تاني مع حماده يخاف منه،